الولايات المتحدة صرحت بأنها يعني كانت على اتصال بحكومة الإنقاذ في ذلك الوقت، لا نعلم إن كان هذا الكلام صحيح أم لا، ولكن الولايات المتحدة وكل الدول الغربية كانت تعلن دائما أنها تريد حكومة مركزية في طرابلس معترف بها حتى تستطيع التدخل العسكري الحقيقي، وكانوا يعلنون أن قد يتدخلون حتى بوجود حكومة بعدم وجود حكومة، ولكن سيكون تدخلا محدودا. الآن لماذا كما قلت قبل قليل، أعتقد أنها هي مصالح أمريكية أولا وقبل كل شيء، وهذا ما قاله اليوم أوباما، قال إن الآن المسألة مسألة أمن قومي أمريكي، ثم هناك مصالح الليبيين ولبعض الدول الأخرى، هذا أولا. ثانيا هناك ما حدث من فرنسا، التدخل الفرنسي الذي ظهر إلى العلن، هذا أزعج كثيرا بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة أيضا. يعني حتى في هذا التدخل اليوم كان رسالة واضحة للفرنسيين أنه لا يجوز التدخل إلا بالطريق بهذه الطريقة فقط. اليوم الوزير الخارجية الفرنسي اتصل بالسراج وأعلن عن دعمه لحكومة الوفاق، في يعني الواضح أن الأمريكيين الفرنسيين قد فهموا الرسالة الأمريكية بوضوح. طيب هذه دكتور محمد، يعني البعض يقول بأن أمريكا على اتفاق مع فرنسا بخصوص بنغازي، والتسريبات التي خرجت في موقع ميدل إيست آي ومواقع أخرى، هناك لكنات أو هناك من يتحدث باللكنة الأمريكية من الطيارين، كيف نفهم هذا؟ لا أعتقد هذا كثيرا. هو لا شك أن هناك تنسيق في إلى حد ما، ولكن هناك خلافات حقيقية بين الدول الأوروبية وأمريكا نفسها حول الموضوع الليبي. يعني من يشاهد مثلا اليوم، أنا في إيطاليا، من يستمع اليوم للصحافة الإيطالية، هناك هجوم وإن كان يعني ناعم إلى حد ما على فرنسا وعلى دورها في ليبيا وعلى ما قامت به في بنغازي، ويقولون إن فرنسا تخدم مصالحها الخاصة وتغض النظر عن مصالح باقي الدول الأوروبية. هذا من ناحية إيطاليا، والولايات المتحدة ترى في نفس يعني هي في نفس الموقف. يعني هناك انتقادات لما قامت به فرنسا على الأقل في العلن، يعني هم لا يريدون أن يخرج هذا الموضوع إلى العلن. الرسالة التي قامت بها الولايات المتحدة، العمليات اللي قامت بها الولايات المتحدة، هي رسالة أيضا لفرنسا أنه لا يمكن تدخل إلا بهذه الطريقة. والفرنسيون كما قلت استمعوا لهذه الرسالة، واليوم خاطبوا المجلس الرئاسي لأنهم يعترفون فقط بالمجلس الرئاسي. طبعا العلن شيء وما يحدث في السر شيء آخر، ولكن المواقف السياسية كما يعلم الجميع تبنى على المواقف العلنية وليس على المواقف من وراء الكواليس.